لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العميد صادق الدويد، عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار. مرحبا بك، ما هي النتائج الإيجابية التي خرج بها اجتماع الفريق الحكومي مع لوليس غاب؟ السلام عليكم والشهر الكريم على الجميع إن شاء الله. على الجميع. كما تفضلت أخي الكريم، هي هذه النقاط الأربعة الرئيسية التي تنفذت عن الاجتماع. أود التوضيح إلى أن الإعلان الذي أعلنته هذا الجزء للحوثيين من المواني هو جزء من المرحلة الأولى. وجدت الأمم المتحدة في هذا الإعلان فرصة لتواجدها في المواني ودورها القيادي، رحبنا بهذا الشيء لا ضيق إذا تحققت هذه النقاط الأربع. الموارد، آلية التفتيش، إزالة الألغام والمظاهر العسكرية والمفخخات والحرائق، والشيء الأخير استكمال المرحلة الأولى لأن لا تبقى هذه المرحلة مفتوحة باعتبارها جزء من المرحلة الأولى. نعم سيادة العميد، النقاط هذه التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع كيف ستجد طبعا طريقها إلى تنفيذ؟ يعتمد هذا بدرجة أساسية على جدية ومصداقية الحوثيين المشكوك فيها محليا ودوليا طبعا. نعم. والضغط الأممي والدولي والقوات المشتركة مثل ما دارت متواجدة على الأرض ولن تتراجع إلا بانسحابات حقيقية. نعم، برأيك إلى متى ستستمر الحكومة في لغتها الدبلوماسية والتعامل مع هذه الميليشيات ومع تصرفاتها؟ اللغة الدبلوماسية ضرورة في هذه الظروف. تعامل مع المجتمع الدولي، كما تعلم هناك دول راعية للأساس ومنظمات إنسانية تراقب وتتابع كل الخطوات. اللغة الدبلوماسية هي بالضرورة موجودة، لكن خيار الحصن العسكري والقوات ما زالت موجودة على الأرض. نعم، هل ما زال خيار الحصن العسكري قائم؟ بالتأكيد بالتأكيد بشر، وهو المعول عليه. إذا لم تنصع الميليشيات الحوثية للاتفاق وللإرادة الدولية والمجتمع. نعم سيادة العميد، كيف ترى إلى موقف الأمم المتحدة والتعامل مع هذا الإعلان التي تم إعلانه من قبل الميليشيات؟ الأمم المتحدة وجدت في هذا الإعلان فرصة لها قرابة الخمسة الأشهر، والميليشيات الحوثية تراوغ في عملية الانسحابات والاتفاقات التي تمت، وجدت في هذه فرصة للتواجد في المواني، ونحن رحبنا بهذه وندعم الدور القيادي للأمم المتحدة في عملية التفتيش، وندعم أيضا حرمان الميليشيات الحوثية من الموارد المواني. نعم. نعم سيادة العميد، ألا ترى بأن هذه خطوة استباقية قبل عقد جلسة مجلس الأمن في منتصف الشهر؟ بلا شك بلا شك هي خطوة استباقية، وهم يحاولون تفادي جلسة مجلس الأمن. الدول الرباعية كانت واضحة في تحذيرها للميليشيات الحوثية ونقلت رسالتها عبر المبعوث الأممي. الميليشيات الحوثية هي مسيرة من المراوغة والكبد والكهنوت. الأيام القادمة كفيلة بفضح هذه المناورة. نعم، أشكرك جزيل الشكر العميد صادق دويد، عضو الفريق الحكومي في لجنة إعادة الانتشار، شكرا جزيلا لك.